نختم الان بس من الموضوع برا المباراه هذه المره ونتكلم عن سيرجيو راموس اللي بس المؤشرات كلها بتقول انه سيرجيو راموس مش حيجدد عقده مع ريال مدريد طبعا في اسباب إحدها بحكي انه مشكله العشرة 10% راتب ومشكله انه في سياسه عند ريال مدريد فيها عقد السنه لكل لاعب بعمر راموس مش سنتين خليني اوضح في الماضي ارسنال طلع بهذه الفلسفه وهذه الفكره وما عاد يجدد لعيبه فوق ال 30 الا لمده معينه فاللعيبه صارت تطلع من عنده ونتيجة ذلك صار يخسر شخصية فريق وصار يخسر خبرة فريق ووصل لأرسنال اللي بنعرفه حاليا بمعاناة متكررة متذبذبة بعد ما كان يوما ما عنده هنري وباتريك فييرا كان دوافعهم نفس هذه الفكرة أنهم يطلعوا لأنه جزء من إنسانية اللاعب أنه يا أخي أنا أعطيتك 15 سنة أعطيني سنة إذا أنت خايف أني ما ألعبش بالسنة الثانية كويس اعتبرها يا سيدي تكرم منك وأنا ابن احتياطي بهالكأس زي ما بيلعبوا الناس فيه هذا الجزء الأول من ريال مدريد فهذا خطير على المدى الطويل يعني ممكن تخسر راموس وممكن تقدر تعوض راموس بعد سنة يصير معك فلوس تروح تجيب مدافعين ممتازين وتعوض أمورك بس صعب جدا تعوض شخصية راموس وقيادة راموس و والتزام راموس مع ريال مدريد وانا توقعي الشخصي لو طلع راموس من ريال مدريد السنه الجاية حتصير مشاكل كثير في غرف تغيير الملابس بريال مدريد لانه حصير في مساحه كبيره فاللعيبه كلها بتقدم تصير راموس الجديد بنزيما على كاسيميرو على كذا وتبلش تصير التوترات والخلافات لانه يجي شخص يفرض نفسه ملك العروش داخل غرفه تغيير الملابس هذا الجزء خلينا نحكي من جهه ريال مدريد اكيد ممكن لما ترجع الجمهور يصير مع فلوس يقدر يجيب دي لخت كبار حيعوض الناحية الفنية بس ناحية القيادة وناحية توحيد غرفة تغيير الملابس بفريقة عرفنا عنه كثير مشاكل بغرف تغيير الملابس قبل ما راموس يصير القائد الأوضح مع وصول زين الدين زيدان بس خلينا نروح ناحية ثانية أنا وجهة نظري إنه راموس مرتاح للفكرة اللي بتصير الآن ليش؟ لأنه بالنسبة لسيرجيو راموس بيعرف إنه لو جدد عقده سنة هلا والتزم بالسياسة اللي واضحة النادي ريال مدريد حيجدد له عقد سنة جاي حتى لو لعب خمسة من عشرة له لأنه راموس في بإرث كبير بناه في ريال مدريد لا ينسى، حيجددوا له، هو فاهم. وفاهم قصة العشرة 10% مش كثير حتفرق عليه، هو فاهم هذا أيضاً. بس يبدو أنه سيرجيو راموس نتيجة تأخر ريال مدريد بالمفاوضات في الماضي، عرف سعره بالسوق. اتصل فيه ناس، اتصل فيه باريس سان جيرمان ربما كما يقال، وقال له أنت عشرين مليون يورو، مش 12 يا أخي. فهو بيروح على ريال مدريد بيعطوه 12، بيعطوه اللي متعود عليه، أنه آه أنا مفكر حالي هيك سعري. فانصدم انه سعره بالسوق لما يطلع باسبانيا لبعض الانديه نتيجه النقص الحاد في مدافعين زي الناس في كره القدم ما انه انا سعري اغلى بكثير، طب انا ما بقدر اجي اقول لريال مدريد بدي فلوس كثير عشان اطلع، انا لانه لعيب الجمهور هيك حيصير يشكك فيا، فخليني العبها بسياسه سنتين وال10%، فانا بطلع كانه الخطا والعناد عناد بريز وبطلع انا على الفريق اللي بدي اياه، انا هذا تفسيري للي بصير، ريال مدريد عنده سياسه خطيرة على المدى الطويل وتذكروا حيخسر أكثر من واحد بهذه الطريقة ويوما ما ما حيعرف يعوضهم وحيجي واحد يقول لا حطوا السياسة على جنب وخلينا نكون مرنين نتعامل بكل إنسان بقدره وحجمه راموس تكسر لأجل السياسات تكسر لأجل كل القوانين عشان يضر راموس في ريال مدريد بس بنفس الوقت أعتقد راموس حابب وحقه اخر عقد دائما اخر عقد في كره القدم لازم تعبروا اللعيبه فيه ان هو العقد اللي بيحاولوا يطلعوا فيه اكبر قدر ممكن من الاموال فبروح هناك على 20 مليون وبكون مبسوط دوري سهل وبلعب 13 مباراه دوري ابطال اذا وصل النهائي بس وبكون ماخذ راتبه العالي وشوفنا نيمار هي مرتاح وعايش كويس نوصل هون نهايه حلقه سيلفي مدريد كنت معكم انا محمد عبود موجود في فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله